ساحرة الجمال لكنها قاسية. نسافر عبر أقاصي الجنوب المغربي من مدينة الداخلة إلى كاب برباس، ونقطع أزيد من 300 كيلومتر جنوباً. نقصد أكثر المواقع انعزالاً بالمغرب في رحلة تحدي عبر الربوع الخالية في صحراء مليئة بالمناظر الساحرة. لطالما كانت الصحراء أكثر من مجرد مكان شغف للجمال البكر، ينظر إليه كمكان مخيف، لكنه اليوم يشهد موجة من التعمير والتقدم. نريد أن نفهم كيف تشكلت الأجراف والسواحل، نريد أن نقف عن قرب ونشعر بمدى قوة الأمواج وهيبة المكان، ونستحضر عظمة الخالق سبحانه في هذا الجزء المعزول من المغرب. عبر صحاري جنوب مدينة الدخلة، صار فريقنا قاطعاً أزيد من 300 كيلومتر على طريق توحي لك بالملل من الوهلة الأولى. ملل سرعان ما يتبدد إلى متعة من نوع خاص، متعة السياقة على طريق شبه خالية سوى من بعض شاحنات النقل الدولي. طريق تتغير فيها التضاريس الصحراوية من كثبان إلى هضاب، ومن رمال إلى نباتات. طريق سرعان ما يتغير فيها الجو من الشتوي إلى الصيفي. طريق لم تلوث بعد بكثرة المباني والسيارات. تتخلل هذه الطريق مجموعة من باحات الاستراحة ومحطات التزود بالوقود. يغلب عليها طابع البساطة فيضفي عليها نكهة خاصة في انسجام تام مع بيئتها الصحراوية. كما تتخلل هذه الطريق مجموعة من الشواطئ العذراء ذات الرمال الذهبية بل وحتى الرمال البيضاء. شواطئ صامتة يخفي صمتها العديد من الأسرار ويتداخل فيها الواقع بالخيال. فهي شواطئ ساحرة نهيبة المنظر، تغريك بالسباحة رغم أن ذلك يعد أمراً خطيراً بسبب قوة التيارات البحرية وتواجد الأسماك المفترسة على مقربة من الشاطئ. بعد مضي 3.5 ساعات من الطريق قادمين من الدخلة، وصلنا إلى مدينة بئر كندوز. هنا انعطفنا يميناً عند أول مدار باتجاه ميناء الصيد أمهيريس الذي تم تشييده مؤخراً، حيث تنتظرنا 14 كيلومتر إضافية للوصول إلى وجهتنا المحددة. واصلنا تقدمنا نحو الساحل الغربي حتى بلغنا نقطة طرقية متواجدة قبل ميناء الصيد بقليل. هنا انعطفنا مرة أخرى نحو اليمين سالكين ممرا رمليا تتعدى مسافته الكيلومترين. ممر يبدو صعبا للوهلة الأولى، إلا أنه سهل للوج بالنسبة لجميع أنواع السيارات. انتهى بنا المطاف هنا، حيث ركنا السيارة رفقة مجموعة من السيارات الأخرى تعود ملكيتها لمجموعة من الصيادين. فالمنطقة جنة للصيادين ومرتعا لهم فيه ضلتهم المنشودة. هذا عبد المنظر مؤسف، شو خص الصحراء، شو ربع حمار اخضر سبحان الله، ولكن البشر اسود اللي كيبدا يسيب هادشي. هذا لوت البيئة، هاتي فص الصحراء انت شو على منظر، ولكن كيخص روح في عين البشر. Thank you.
انطلقنا بعدها في رحلة مسير مصاغرة عبر الأقدام باتجاه الشمال قليلا، مصطحبين أطفالا معنا. نمر عبر شاطئ مهيب ادهشنا فيه علو الموج وصفاء رماله، إنه شاطئ كالبربس. حسب أقوال بعض ممن وجدناهم هنا، فهذه الصخرة كانت قوسا فيما مضى، إلا وأنه سقط بفعل قوة الأمواج الضاربة. عند نهاية الشاطئ صعدنا كتلة رملية صخرية، ثم تقدمنا قليلا لنتفاجأ بعدها بمنظر فريد من نوعه. إذا نحن نصل إلى الفوهة الأولى، هذا الشاطئ الأول. شو على بحر، شو على بلاية، شوف هذا شاطئ مصغر بالحق، رائع. تقربوش الحاجية، هذا كهف ما كتلاحظو. هلا ما تقربش الحاجية. شاطئ رملي دائري يتوسطه قوس بحري مجوف كأنه قاع بئري. رغم شكله الغريب، إلا وأن النزول إليه يعتبر أمرا صعبا للغاية، فعلو أجرافه يتعدى 5 أمتار في بعض النقاط. كما تجدر الإشارة أن بحر المنطقة معلوم بطبيعته الهائجة على مدار العديد من أيام السنة بسبب قوة الرياح وكثرة التيارات. فإن صادفت يوما حيث الجو صاف والبحر هادئ، فتأكد أنك ذو حظ عظيم، إذ يعتبر الأمر قليل الحدوث خصوصا في فصل الصيف. ما إن أحللنا رحلنا بهذا الشاطئ حتى توهمنا أن هذا المكان الذي كان يبدو عاديا للوهلة الأولى يكفي لإجلاء كل ما تكتنزه المنطقة من جمال وأسرار. ثم سرعان ما استوقفتنا أمارات وعلامات نارتنا بالتقدم أكثر وإطالة المقام بهذا المجال البحري السحر. لقد أوقد فينا نيران الفضول وحرك فينا رغبة في اكتشاف المزيد من مجاهله. أمام هذا السيل الجارف من الفضول، لم يكن بوسعنا سوى التقدم أكثر باتجاه أعماق البحر، فإذا بنا نتفاجأ بتجويفة أخرى على شكل دائري يتوسطها البحر من كل جانب، وكأنها قنطرة طبيعية فوق مياه البحر. تثير هذه التضاريس والتجويف حقا العديد من التساؤلات، فكل صخرة هنا وكل جرف بل وكل حبة رمل تخفي سرا يعبق تاريخا ويحتاج وصفا. فهذه التجويفات البحرية التي يطلق عليها السكان المحليون اسم الصهاريج، هي نتاج لحركات الأرض ورواسب البحر التي طغت على المنطقة لملايين السنين. بهيئة هذه النتوءات البارزة، أحدثت تلك النشاطات الأرضية والبحرية والمائية تجويفا وثقوبا هائلة في شكل مغارات بحرية تتآلف مع الشواطئ الساحرة، لتشكل مجالا فريدا من نوعه وتساهم في إغنائه وترويجه سياحيا. هنا البحر الهائج يطوي موجه ويظهر غضبه، هنا يتجلى التحام المحيط الأطلسي بالصحراء في أبهى صورة، التحام تتكسر فيه الأمواج الضارية.
هنا وغير بعيد من المكان انعطفنا جنوبا بحوالي 10 دقائق مشيا على الأقدام، فكان لنا موعد آخر مع كنز من كنوز المنطقة، سلسلة من الأقواس البحرية ذات الأحجام المختلفة. إن ما يميز هذه البقعة العزيزة من الجنوب المغربي كثرة الأجراف والأقواس المطلة على البحر، حتى باتت تلقب بعاصمة الأقواس البحرية بالمغرب. إذ تمكنا من إحصاء ما لا يقل عن 4 أقواس بحرية، علماً أننا لن نستكمل مسحاً شامل المنطقة بسبب تواجد الأطفال معنا، فالبيئة قاسية والمشي صعب للغاية، كما أن ضعف معدل التصوير حال دون تمكننا من تصوير المزيد من الكنوز الخفية والعصية. تبعد الصهاريج بحوالي 2.5 كيلومتر عن ميناء الصي أمهيريس المتواجد بمنطقة كبربس، والتي تبعد بدورها 15 كيلومتر عن مدينة بيريكاندوس الواقعة بنحو 300 كيلومتر جنوب مدينة الدخلة باتجاه الكركارات. وإلى سفر آخر، نشكركم على حسن تتبعكم وانصاتكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة دعما للمزيد.